دائما توكلوا على الله، كونوا مع الله، رطبوا لسانكم بذكر الله، عمروا قلوبكم بالتذكر لله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دائما كونوا مع الله، الله يكون معكم وهو معكم أينما كنتم، اذكروني أذكركم. دائما دائما حتى الله يعينكم في حوائجكم وفي تقدمكم. الأمر الرابع، أكثر قدر وزعوا كتب بين الناس. أنتوا لنفرض 70 واحد، كل واحد منكم تطبعون فرد كتاب جميل، عقائدي، أخلاقي، اجتماعي، ثقافي، صحي، أي شيء إسلامي، وزعوا بين الشباب، بين الشباب والشابات، توزيع أكثر قدر من الكتب حتى نعطي فرد وعي. الخامس، تنظيم. أي واحد منكم ينظم لو شاب واحد، يعني يركز عليه تركيز حتى يكون هو خليفته بعد ذلك، هو اللي يعطي الإشعاع. شايفين الحديد يخلوه في النار، بعدين الحديد يصيب نفس قطعة من النار. 70 واحد، كل واحد منكم إذا نظم 5 شباب لنفرض، 5 في 70 350 شاب منظمين، أحسن شيء هذا. نسأل الله لكم ولنا كل تقدم وخير ورفاه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.